لا احنا بالنسبه لنقابه المعلمين احنا عندنا 53 نقابه فرعيه، عندنا 315 لجنه نقابيه. انا بعت خطاب لكل اللجان النقابيه من خلال الموقع الرئيسي بتاع النقابه، على اساس ان دي غرف عمليات مفتوحه لل في اثناء الانتخابات قبل الانتخابات. زيادة على ذلك ان احنا عملنا عشرات المؤتمرات في النقابات الفرعية واللجان النقابية. كنا عملنا مؤتمر كبير حضره اكتر من 10,000 في النقابة العامة، وعملنا مسيرة على كوبري قصر النيل كان يوم السبت موافق 3/3، ودي بندعو فيها المعلمين وغير المعلمين للمشاركة في العرس الانتخابي اللي احنا فيه دلوقتي. وحضرتك عملت برضو جولات في بعض المحافظات؟ لا كتير طبعا. انا امبارح في 4 محافظات والنهارده في 2 وبكره ان شاء الله. نعم. يوميا يعني؟ لا وقبل كده. نعم. قبل الانتخابات احنا عملنا جولات وحضرنا كثير من المؤتمرات، سواء في المنوفية، في الغربية، في كثير من المحافظات.